منطقة كراخويا يا جماعة ومهمة قسطة ده مشهور بالبلك. طبعا بقى الكوكوريتشي اللي هي المصارين والبلح البحر، مكان بقى من الأماكن اللي بيبقى مستخبية هي ايه، عند كراكوي كده في زي مكتبة اسمها اسطنبول كتابيتشي، وهنا بقى تقدر تشوف جمال البوسفور. وطبعا احنا موجودين فيه ده اسمه خليج القرن، المكان جميل جدا جدا، يعني الناس اللي تحب تشوف بقى اسطنبول في 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 صورة على بعضها، حاجة ولا أروع ولا أجمل من كده. الله 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 على المنصب، الله الله ما شاء الله الله. السليمانية العظيمة تمينونو. موجود هنا بقى على ساحل كاراكوي في الجزء اللي هو مقابل لمسجد ياني كامي، وطبعا وانت رايح على الهليش كل اللي موجود هنا ده بقى كده يا جماعة مطاعم وكافيهات ومطاعم سمك طبعا اكتر حاجة. المنطقة دي ممكن تكون محدش يعرفها كتير قوي، بس هنا المطاعم حلوة قوي وبتعمل سمك حلو، وفي ممكن تشتري سمك ني وتاخده وتشويه تختار اللي انت عايزه بالواحدة. حتى ادي كوبري جلاطة، وادي احنا كده الموقف او المراكب بتاعت الايه منطقة كراكول. من يعني مكان مميز جدا، حبيت اجي اصور المكان الجميل ده. لو اتكلمنا بقى على الجزء اللي على الشمال فدي منطقه كاراكوي، واللي هناك ده طبعا برج جلاطة تاور، وبعد كده المينا بتاعه كاراكوي، وطبعا كوبري جلاطة. اول حاجه هنشوفها هناك طبعا هي هناك دي قصر توبكابي، وبعد كده ايا صوفيا، وبعد كده الياني كامي او المسجد الجديد او المسجد الازرق، وبعد كده هنا طبعا مسجد السليمانيه الكبير، وده روستوم باشا موسكو. وهنا بقى تقدر تشوف جمال البوسفور، وطبعا احنا موجودين فيه ده اسمه خليج القرن، المكان جميل جدا جدا، يعني الناس اللي تحب تشوف بقى اسطنبول في 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 صوره على بعضها، حاجة ولا أروع ولا أجمل من كده. موجود هنا بقى على ساحل كاراكوي، وده كوبري جلاطة، واللي قصادنا ده طبعا جزء السلطان أحمد أو الأولد سيتي. الناس اللي متلخبطة كاراكوي هو دي برج جلاطة، ودي المينا بتاعت كاراكوي. دي التذاكر اللي لو تروح ميديا تصور اللي هو برج الفتاة. منطقة جميلة جدا طبعا هنا المنظر والتمشية. الله 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 اعمل حج. طبعا تقدر تشوف من هنا توبكابي بالاس وآيا صوفيا والمسجد الجديد، وطبعا مسجد السليمانية باين. هنا بقى كافيهات ومطاعم، وطبعا ماضو بتاع الايس كريم والحلويات. المنطقة مكملة طبعا لقدام، الناس بتيجي تتصور طبعا وتاخد صور تذكارية. خلاص مكان بقى من الأماكن اللي بيبقى مستخبية هي ايه، عند كراكوي كده في زي مكتبة
اسمها اسطنبول كتابيتشي، بيبقى فيها زي كتب وفي كافيه. يا رب بس نلاقي حق مكان في الكافيه تشرب اللي انت عايزه. هو للأسف منطقة كراكوي يا جماعة ومهمة قسطة، ده مشهور بالبلي، منطقة حيوية جدا فيها يعني نحن نعمل حادثة. شوارع بقى ايه كراكوي، الشوارع الضيقة ستاندرد دبل، اسعار طبعا في كراكوي غالية. بس منطقة ايه جميلة رايقة، بالليل بقى بتبقى حاجة تانية يعني نايت لايف، يعني ما بتنامش دي بعد لحد الساعة واحدة صاحيين، يعني على عكس اماكن كتير جوه اسطنبول بعد الساعة 9 بتلاقي قفلت. يعني كل زقاق وكل حتة هتلاقي فيها كافيه. طبعا بقى الكوكوريتشي اللي هي المصارين والبلح البحر، وده الفيش فود اللي هو السندوتش السنة. بس سبحان الله، واحد الدنيا عنده زحمة على الاخر، واحد الدنيا عنده مهولية، التاني واخد سمعة بقى، واخد شهرة ما تفهمش، يعني مع انه هو في الاخر كله سمك واحد. اصلا انا بستغلها جدا، يعني سندوتش في شريحة سمك فيليه ب 140 وب 160 ليرة، يعني 250 جنيه مصري. انت تروح عندنا اي محل بتاع سمك كويس تجيب لك مثلا سمكتين دينيس على واحدة بوراية على مثلا شوية جمبري كده او شوية كاليماري ويعملهم لك كله، ده هيعمل لك 300 جنيه بالرز كمان الصيادية. موجودين في جلاطة بورت اللي افتتح يعني من اقل من سنتين، وزي ما انتم شايفين ناس كتيره بقى بتحب تيجي البورت ده علشان خاطر تتمشى وتتصور، يعني المنظر جميل جدا. طبعا هو البورت قدام او المول قدام، بس هم بقى عاملوا زي ممشى كده على البوسفور بقى، حاجه ولا اروع ولا اجمل من كده. يعني زي ما انتم شايفين من هنا تقدر تشوف تقريبا معظم الجزء بتاع الاولد سيتي، المساجد بقى وايا صوفيا والسلطان احمد وتوكابي بلس والعبارات، وهي معديه اللي رايحه بشكتاش او اللي رايحه اسكودار. طبعا زي ما انتم شايفين ان جلاطة بورت اي في ام من المولات اللي هي حلاوتها في تمشيتها، يعني المكان ذات نفسه زي ما انتم شايفين حلاوته ان هو على البوسفور، تمشيه فيه حلوه جدا، بتبقى شايف الجزء الاسيوي وشايف الجزء الاولد سيتي اوف اسطنبول، وفي نفس الوقت في على المكان ده كافيهات ومطاعم تقدر تقعد فيها مثلا في وقت الغروب تستمتع طبعا بشكل النورس وهو طبعا بيطير وهو بياكل سمك. طبعا الوقت بتاع الظهريه والعصريه هيبقى حر جدا، فهو وقت المغربيه حلو وقت الصبح بدري. اما بقى لو اتكلمنا عن المول ذات نفسه اللي موجود هناك، فهو زي ما انتم شايفين هو عبارة عن اوبن اير مول مفتوح في الدور الارضي اللي احنا ماشيين فيه ده اللي هو الجراوند،
وفي الدور الاول كل محل تقريبا بيبقى له الدور الارضي والدور الاول. الحمامات والباركينج كلها تحت الارض، يعني مفيش حمامات في الجراوند اللي احنا ماشيين فيه. المول زي اي مول موجود في اسطنبول، موجود تقريبا في كل البراندات، سواء بقى البراندات العالمية زي نايك واديداس وسكيتشر وبوما وريبوك، والبراندات التركية طبعا المعروفة السيواكيكي وديفاكتو وكولينز ومافي يعني وكوتون. وفي كافيهات كتير طبعا ومطاعم كتير، لان هو يعتبر انا شايفه مكان للتنزه اكتر منه للتسوق. يعني الاعداد كتيره طبعا زي ما انتم شايفين، بس زي ما بقول هو وقت الظهريه مش هيبقى حلو قوي عشان الجو بيبقى حر، الا لو انت في شهر الربيع او شهر الخريف او حتى الشتاء. دي كانت جولتنا النهارده في البوسفور، ورحنا منطقه خليج القرن وركبنا العباره واستمتعنا بالاجواء الجميله بتاعت طبعا منظر اسطنبول القديمه وانت راكب العباره. يعني بصراحه العباره دي بتبقى رحله جميله جدا، يعني مش مواصلات بالنسبه لي. شفنا طبعا منطقه كاراكوي وساحل كاراكوي اللي هو وانت رايح للهليش. الهليش ده طبعا من المناطق اللي انا بعتبرها ساحره جدا في اسطنبول، بتشوف الاولد سيتي وفي اسطنبول كلها زي ما انتم شايفين قدامكم، منطقه تستحق الزياره. وبرضه رحنا المنطقه الاساسيه اللي هي بتاعه كاراكوي القديمه والشوارع والازقه، وشفنا المحلات السمك بقى ومول جلاطة بورد. اتمنى تكون جولتنا عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، وتابعونا دايما على قناتنا عشان تشوفوا كل ما هو جديد ان شاء الله في تركيا وغير تركيا. مع السلامه.